الله يهدي علينا هاد الخوانا وهاد المظلمين. وراه ماشي راه الى شفتي البكا ديال الرجال عرف راه السلام عليكم. راه البكا راه البكا من ميزات النساء، ولكن ينفوا باش الرجال كيبكيو راه السلام عليكم. جابوني اليوم باغين يعتقلوني. علاش ما يعتقلوني؟ لانني انا كنشرب على واحد الطبقه هشه، على واحد الطبقه ما عندهاش، وهما تعزلوا علينا كاع اللباس عليهم، داروا الخزاين ديالهم وخلوني الناس لي ديابيتيك وخلوني غير الهم. وقدام السيد القايد وقدام القياده كل اسره عندها جوج خزاين، خزاين كتخزن كدير فيها التموال، والديور ديالهم ما مقيوسينش. الى بقى دار وحده مقيوسه في الجوج السوق اللي منها السكان انا نقضي عليه اعدام. الاخوه الراي العام الوطني راه حنا تقهرنا، تقهرنا واحد القهر كافيها غير الناس اللي ما بحالهمش، اللي تضروا كيفا كاملا 100% متضررين. علاش؟ لانه رابوا لهم الديور، والديور ديالهم غير من طينين وخشبين، من طينين وخشبين. اما الاخرين اللي عندهم ديور ديال السيمارمي وعندهم لاباس عليهم وبناهم ديور ب 80 مليون ب 40 مليون في نفس الدوار، عطاوهم الخزاين كل اسره استفدت من الخزانه، بينما حنا كل ثلاثه اسر واربعه اسر كيتشنقوا في خزانه واحده. النهار جاتنا المعونه خليناها غير في الباش، خليناها غير في الباش في الارض في الباش، لانه ما عندناش فين نديروها، كلشي تهدم. ولكن لطف بنا الله سبحانه وتعالى وجاي واحد المحسن حتى هو ولد البلاد، حتى هو كيكرمنا وكيعطينا، وعطى لينا السوارت ديال واحد المحل وحطينا فيها السلعه. المقدم كنبلغ هذا النداء للسيد رئيس الدائره، لانه في ليا هضرت مع القايد، وجا القايد اليوم دار عليا محضر باللي راه البارح جا عندي للدار وبقى فيه ستوك، بينما ستوك انا داري راه رعب ترابت عن اخرها. الى تسقط الدار ديالي باقيه فيها ولو حجره وحده ناخذ فيها اعدام. الله يجازيكم بخير خوتنا خوتنا المغاربه من الشمال حتى للجنوب، جاو عندنا ازرونا وعطاونا داك عطاونا الكثير ماشي غير القليل. عندنا ما ناكلو حتى عام، عندنا المعونه ديال عام، ولكن راه الشتا هذا اللي جاي، الشتا هذا اللي جاي. وخوتنا 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 ولاد البلاد كيديروا عراقيل سياسيه وباغيين ينتقموا منا في هذه اللحظه الحرجه اللي هي اللحظه اللي واجب علينا نتضامنوا بعضياتنا ونتعاذروا، ويحمي القوي الضعيف ويحمي الغني الفقير حتى يدير الله تاويل الخير. الاخوه المغاربه ديالنا حنا في عزكر، حنا في عزكر كنقدموا لكم بالشكر الجزيل على اي خطوه خطيتوها لجهتنا. راه حنا والحمد لله عندنا الاضرار غير في المباني، ما عندنا الا ثلاثه وفيات، وكنتاسفوا للدواور اللي فيهم اكثر من 100 وفاه، ولكن حنا هذاك اللي مات مات الله يرحمه مات شهيد، ولكن هادوك اللي بقاو اللي بغاو العنايه وبغاو الرعايه، وهاد الناس هادو ويصبروا علينا ويقبلوا علينا. ريتما صاحب الجلاله يدير لي الحل، راه الحل جاي في الطريق، راه الاعانه غادي تجي، راه غادي يتم اعاده الاسكان. ولكن الله يهدي علينا هاد الخوانه وهاد المظلمين. وراه ماشي راه الى شفتي البكا ديال الرجال عرف راه السلام عليكم. راه البكا راه البكا من ميزات النساء، ولكن ينفوا باش الرجال كيبكيو راه السلام عليكم. جابوني اليوم باغين يعتقلوني. علاش ما يعتقلوني؟ لانني انا كنشرب على واحد الطبقه هشه، على واحد الطبقه ما عندهاش، وهما تعزلوا علينا كاع اللي لاباس عليهم، داروا الخزاين ديالهم وخلوني الناس لي ديابيتيك وخلوني غير البارح، غير البارح مات بنت عمي بسبب ارتفاع الحراره. ها هي بنت عمها، ها هي اختها، ها هي اختها، اجي اجي باش ما تخطك يا اخت، باش ما تخطك يا بنت عمي، باش ما تخطك، باش ما تخطك، ما تموتوا الدمام، ما تموتوا الدمام، تموت الحمى، لانه خزان نجاكيت 15 واحد 30 واحد نجاكو خزان، هذا حداهم نكشم غير الدخلان ودوار، غلو قدام، غلو قدام السيد القايد، غلو قدام القياده. كل اسره عندها جوج خزاين، خزاين كتخزانه كدير فيها التموال، والديور ديالهم ما مقيوسينش. الى لقاو دار وحده مقيوسه في الجزء السفلي من الزكور انا ناخذ عليه اعدام، انا ناخذ عليه اعدام. وكنطلبوا من المسؤولين، من المسؤولين لرئيس الدائره يشوف لنا ذاك المقدم ديالنا اللي كيجيب الخليجيين وكيوقف مع الرماب حتى يتخوى في البلاصه اللي فيها با. واش هادشي كاين؟ كاين 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 كاين
اكتشاف عطاونا تواليت واحد ل 160 واحد وعطاونا خدم نزل خمسة تواليتات في البلاصة اللي فيها بار وثلاثة دوشات. كنطالبوا بالخبرة، كنطالبوا بالرئيس الدائرة يقوم بزيارة ميدانية لعين المكان ويطلع ها وجاونا بالليل، جاونا بالليل قالوا يحيدوا الخزاين، حيت قال لك اسيدي باللي راهي جمعية الشباب الخزاين ديال با، وجا بالليل دخل العيالات وهجم عليهم بالليل، دخل على العيالات وهجم عليهم. ها هما هجم عليكم ولا لا؟ اللهم اشهد اني قبل الاخت واللي باغي يعتقلني واللي باغي يقتل لي ولادي من غدا انا راه مت وحييت. الله يجعل البركه في سيدنا. حنا كنتسناو البشره ديال سيدنا امتى غادي تزف باش ناخذوا المعونه ويتم اعاده الايواء. جزاكم الله عنا خيرا.